للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الناشط الحقوقي سيد علي حمزة. سيد علي، أرحب بك في هذه النشرة. أهلا وسهلا بك أخي الكريم. نعم سيد علي، بداية هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها المدعي العام أم العسكري أمرا بالقبض على مجرم الحرب حفتر ومن معه، لماذا يعني حتى الآن لم يتم تطبيق هذا الأمر؟ الحقيقة هذا السؤال يسأل يعني المواطن الليبي في كل مكان، عائلات الضحايا وسائر المواطنين والعالم المتابع لما حاصل في ليبيا من استعمال القوة لأغراض سياسية وقتل المدنيين واستعمال المرتزقة الأجانب واستعمال الطيران الأجنبي والتعاون مع المخابرات الدولية التي لا تريد أن تكشف عن وجهها لقيامها بخرق القوانين الدولية وقوانين الإنسانية. هذا السؤال يعني نصبح ونمسي عليه ويوجه حقيقة إلى حكومة الوفاق، الحكومة التي لديها الشرعية في العالم، يوجه لها هذا السؤال كما يردف معه: لماذا لم يتم حسم قانوني إلى الآن؟ لماذا حفتر غير مطلوب إلى الآن من قبل مجلس الأمن؟ لماذا ليس عليه عقوبات المنع من السفر حتى الآن؟ لماذا لا توجد ملفات ضد اعتداء فرنسا على الشعب الليبي ببعثها أسلحة ووصلت حتى ضواحي طرابلس لضرب الليبيين مساندة لمجرم حرب؟ لماذا إلى الآن لا يوجد إجراءات ضد الإمارات وخرقها للقوانين الدولية المتكررة والموجودة في تقارير الأخصائيين من المجتمع الدولي؟ لماذا إلى الآن يعني كل هذا التسيب؟ هذا الإجراء، نؤيد هذا الإجراء، إجراء المدعي العام، وينبغي أن تتابعه يعني تتبعه إجراءات داخل مجلس الأمن وعلى نطاق واسع في المجتمع الدولي، وينبغي توظيف يعني قانونيين دوليين ليأخذوا هذه جميع هذه الأحداث وجميع هذا القتل وجميع هذا التدمير لنتمكن فعلا من إجراءات حاسمة. نعم. لحماية دماء المواطنين وللقبض على هكذا مجرم حقيقة. نعم نعم سيد علي، برأيك يعني المدعي العام أصدر هذا الأمر بناء على شكوى من عائلة مبيص، لماذا برأيك يعني لم يتم إصدار أوامر أخرى تتحدث يعني مشابهة لهذا أو مشابهة لهذه الأوامر استنادا على جرائم أخرى مثل حادثة الفرناج وغيرها؟ نفس الأسئلة أخي الكريم، نفس الأسئلة. هذه الأسئلة نريد من حكومة الوفاق أن تجيب عليها، نريد من وزارة العدل أن يجيبوا عليها. لا ندري لماذا لا يريدون حماية المواطنين، لا ندري لماذا يجاملون السياسة الفرنسية في قتل المواطنين الليبيين، لا ندري لماذا لا يأخذون إجراء قانوني دولي ضد تدخل الإمارات وقتلها للليبيين في بنغازي وفي درنة وفي طرابلس. الآن هذه الأسئلة توجه لهم، وينبغي أن يدركوا أن من أبسط حقوقهم حتى قبل يعني الجمعية العمومية وحتى قبل الأمم المتحدة وحتى قبل مجلس الأمن، من أركز حقوقك، من أعظم حقوقك هي حماية المواطنين وحماية دماء الناس وحماية بلدك. فهل هم خائفون يعني أم عندهم حسابات أخرى أم هم لا يدرون؟ فليوظفوا فرق دولية قانونية دولية، فليتكلموا يعني علنا مع المواطنين. ما الذي جعلهم إلى الآن يذهبون للقاء مع حفتر بدل من أن يمنع من السفر، بدل من أن يصبح إرهابي مطلوب دوليا لقتل الأطفال وقتل النساء وهجومه على المطارات؟ يعني ينبغي على حكومة الوفاق ألا تخاف من أداء واجبها. هذه هي رسالتي لحكومة الوفاق. نعم نعم نعم، شكرا لك السيد علي حمزة الناشط الحقوقي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.